اتفضل العدس. انا شايفك متضايقه. متضايقه من دوشه البيانو، قلت لك 100 مره صوت البيانو ده بيعصبني. ايوه بس ده شغل، وبعدين هاخد البيانو اعزف بيه فين؟ في الشارع؟ حاجه طه. العدس يا اسماعيل. شكرينا يا استاذ حمدي. بس يا استاذ ابو بسينة لقيتها يا استاذ، لقيت الاغنية. قول بدل ما نقول يا وردة الحب الصافي نقول يا حلة العدس الدافي. ايه ده؟ انت جبتها منين دي يا اسماعيل؟ والله جت بالبركة كده من ساعة ما شفت العدس ده. ده انت كده سهلت عليا اللحن خالص يا اسماعيل، بس على الله عبد الوهاب بقى ما يزعلش. وايه اللي زعل عبد الوهاب؟ اللحن ده بعيد عن ده خالص. يعني يا حبيبتي عايزاني اعمل ايه بس اكتر من كده؟ ما انا بوست على راسك وعلى راس خالك كمان. ازاي بس تتخيلي اني انا ممكن اطلب من اسماعيل الطلب الحقير ده؟ لا 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 لا، دي مش اخلاقي ابدا. هو انا يعني سكت له؟ ده انا مسحت بيه البلاط، ده حيوان. انسي اسماعيل خالص بقى دلوقتي، انسي خالص. المهم يا حبيبتي هشوفك امتى. انت هتقضي اليوم كله في القرايه؟ مش شرطك يا عم عادلي، بقى لي 4 شهور هنا في المكتب قاري كميه كتب وقضايا وحكايات وقصص من اللي بتدور في الزمان. وده مضايقك يا صدفه الغبره؟ بالعكس يا عم عادلي، العلم نور. انا في خلال الفتره دي تعلمت اللغه العربيه الفصحى على اصولها من كتب القانون، والبركه فيك طبعا يا استاذ. البركه في الاستاذ علي المحامي بتاعنا، اللي لولاه ما كنتش انت بقيت هنا. عندك حق. انما هو يعني عم عادلي بقاله نص ساعة ما كلمكش ولا قالك عايز القهوة بتاعته زي كل يوم يعني. مش عارف، يمكن معاه تليفون. يمكن. انا اصلي في موضوع كنت عايز اكلمه فيه بس مكسوف. موضوع؟ موضوع ايه؟ يعني بقالي 4 شهور من ساعة ما قدري باشا سافر بالسلامة على انجلترا ما قبضتش ال20 جنيه اللي كان بيدهان. مفيش غير ال6 جنيه اللي باخدهم من المكتب ده. لا، الموضوع بقى ده تكلمه فيه هو شخصيا. طيب ينفع ادخله؟ جايز مشغول وبعدين يتضايق. لا هدخله واكلمه ان شاء الله مش هيتضايق. ولا انت ايه رايك يا عم عادل؟ يا فتحيه، انت بقالك 4 شهور متطلقه، يعني شهور العده انتهت، كفايه خطوبه بقى، لازم نتجوز يا فتحيه. خلاص يا علي، هباخد راي ماما وبعد كده هبقى ارد عليك. ماما هتعرض دي بس. يا استاذ كنت عايزك في موضوع مهم قوي يا استاذ. موضوع ايه؟ لا مؤاخذة حبيبتي دقيقة واحدة بس، في ايه يا اسماعيل؟ في ايه؟ هو صاحب القضية دي اسمه شوقي المقشاتي ولا شوقي المفشاتي؟ في حد اسمه مفشاتي؟ المقشاتي طبعا يا اسماعيل، المقشاتي. طب هو كان في حاجة تانية؟ خلاص بقى يا اسماعيل بعدين، أنا مش فاضي لك دلوقتي، روح مكتبك يا أخي. حاضر سأروح سأروح. ده اسماعيل يا ستي. هو اسماعيل ده طالع لي في البخت؟ بجد دي بقت حاجة تنرفز قوي. خلاص يا علي، زي ما قلتلك هكلم ماما وبرد عليه. لا لا، أنا حسبناك في الجروب الساعة 4. يعني بعد ساعة تقريبا. ما تتأخريش عليا يا حبيبتي. اوروفوار. لا مؤاخذة يا أستاذ. في إيه تاني يا إسماعيل؟ في إيه؟ معلش حضرتك، موضوع مهم وضروري. إيه هو يا حبيبي بقى الموضوع المهم والضروري ده؟ صاحب الملف ده اسمه الخواجة، نسيم خلة ولا نسيم حلة؟ في حد هيسمي نفسه حلة؟ أكيد طبعًا اسمه خلة يا أخي. طب يا أستاذ أنت مالك متعصب كده ليه يا أستاذ؟ لأن مش طايق نفسي النهاردة، في حاجة تانية يا إسماعيل. طب يا أستاذ ما دام أنت كده بقى متنرفز بالمرة بقى يا أستاذ. أنا يعني عدم المؤاخذة كنت متفق مع أدري باشا إن أنا كل شهر هقبض 20 جنيه، وأنا لغاية دلوقتي ما قبضتش ولا شهر يا أستاذ. يا أخي أدري باشا سافر، والحفلات والسهرات اللي كان المفروض تحضرها اتلغت، عايز تقبض بقى بأمارة إيه؟ وبعدين أنت واكل شارب نايم عندي في البيت وبتقبض كل شهر 6 جنيه.
ايوه استاذ علي، بس الستة جنيه دول بصرفهم لغايه نص الشهر، وبقيه الشهر ببقى ولا الهوا. يا اخي ما انت بتغني في الافراح. حمدي سالم قال لكم كنتوا في فرح وغنيت فيه. ده كان مجامله، الناس قرايب حمدي سالم. انا عملت اربع افراح في الاربع اشهر اللي فاتوا كلهم مجامله من غير ولا ملي. بقول لك يا اسماعيل، انا مش فايق لك النهارده، اوعى من وشي عن اذنك. يو يعني انا نازل من السويس لغايه مصر عشان اقبض 6 جنيه في الشهر؟ ده ايه الغلب ده يا ربي؟ خلاص ماما فكت الحصار اخيرا. هاتي بوسه. ايه ده علي، ما ينفعش، انت اتجننت، احنا في وسط الناس. قومي بينا نكتب الكتاب حالا. ايه ده بسرعه كده؟ والليله هتبقى مراتي. يلا عم مأذون. استنى يا علي، ما ينفعش، مش لازم نعدي على ماما وكمان على خلاني عشان يشهدوا على كتب كتابي انا وانت. احنا لسه هنلف وندور على خلانك. اسماعيل قاعد عندي في البيت، يعني ادي شاهد جاهز، وندور على اي حد تاني. ايه ده علي، هي حصلت؟ انت تخلي اللي اسمه اسماعيل ده يشهد على عقد جوازي منك؟ يا ستي هنفك بيه زنقه. زنقه ايه وكلام فاضي ايه؟ وبعدين انت نسيت يعني اللي عمله اسماعيل يوم الخطوبه؟ وكمان هو الوحيد اللي عارف انا ازاي طلقت من جوزي، ودي حاجه ما بحبش ابدا حد يعرفها عني. وبعدين بقى يا علي، انا عايزه اسماعيل ده تلغيه من حياتك خالص. يا ستي انسي بقى، بلاش اسماعيل، اهم حاجه دلوقتي انك اخيرا هتبقي مراتي. الواكل شارب نايم عنده في البيت ببلاش، يا سلام. طب ما ناقصك كده، بقعد اقول له نكت وبقعد اغني له، ده بيستقرضني. ايه ده الضحكه الحريمي دي؟ يبقى اكيد الاستاذ علي بيلعب بديله. الله، طب وانا هنام ازاي في وسط الضحكه والهيه دي؟ لا مش هخليك تبوسني. هبوسك بالعافيه يا فتحية. ايه ده؟ وده جاي يعمل ايه ساعتي؟ اسماعيل؟ انت هنا من امتى يا اسماعيل؟ انا هنا من اول من شويه يعني. من شويه؟ وانت مين اصلا سمح لك انك تخش هنا البيت؟ انا متعود ادخل هنا على طول البيت يعني، وبعدين انا كنت داخل انام. تنام؟ تنام فين يا اخويا؟ علي! اصلا انا نسيت اقول له يا ستي. يا اسماعيل انا نسيت اقول لك ان الليله دي كتبت كتابي على فتحية. فتحية؟ مدام فتحية. والليله دي، الليله دي يا اسماعيل دخلتي. فهمت؟ اه فهمت. هخش الم هدوم واتكل انا. علي انا داخله جوه ومستنياك، ما تتأخرش. في ديلك على طول. معلش يا اسماعيل، انا يمكن بس من فرحتي يعني بكتب كتابي نسيت اتصل بيك واقول لك. لا الحمد لله، الف مبروك يا استاذ. وعموما يا اسماعيل انا طبعا مش هسيب كتابات في اي حته. خد يا سيدي اهو، ادي مفتاح المكتب اهو، روح المكتب ونام هناك وخد راحتك. يعني انا من هنا ورايح نومتي هتبقى في المكتب؟ بالظبط كده يا اسماعيل، وهنشوف بعض هناك بقى، وهتغني لي وتقول لي نكت زي ما انا عايز. يا علي! حاضر، مع السلامة يا اسماعيل يا اخي، مع السلامة. طب اخش اجيب هدوم؟ هدومك ايه دول كلهم؟ ماشي يا اسماعيل ماشي، هجيب لك كل هدومك بكره معايا في المكتب. مع السلامة يا اخويا. مع طيب السلامة. طيب طيب. مع السلامة. فتحية! وانا زعلان ليه؟ انا كده هرتاح من وشي اللي في وش 24 ساعه في اليوم، ده غير النكت اللي بقعد ارصها ليل مع نهار. كده اريح. الو مين يعني؟ انت بتكلميني ليه دلوقتي؟ ايه يا روحي؟ انا كلمتك في وقت مش مناسب ولا حاجه؟ بقول لك ايه؟
انا عايزه اشوفك ضروري. ما ينفعش يا مرمر، ما ينفعش. انا لالاتي لالاتي عندي ضيوف مهمين جدا من البلد. مين يا علي اللي بيتكلم؟ ده اسماعيل الحيوان. الو، انا اتطردت من اللوكاندا ومعيش فلوس، يعني مش عارفه انام فين. روحي نامي في مكتبي. ايوه يا ستي، مكتب المحاماه، اسماعيل هناك. خبطي على الباب هيفتح لك، قولي له انك جايه تباتي واني انا اللي بعتك. ما ينفعش يا ستي، ما ينفعش. هشوفك بكره، يلا مع السلامه. ده ايه العك اللي انا فيه ده؟ ترى مين اللي جاي الساعة دي؟ انت اسماعيل مش كده؟ ايوه انا اسماعيل. مين حضرتك؟ انا مرمر، مرمر صاحبة علي، وهو بقى اللي قال لي اجابات هنا. تباتي هنا؟ في المكتب ده؟ ايوه هنا. بس هو ما قاليش حاجة زي كده لمؤاخذة، وانا ما اقدرش بايت حد هنا في المكتب ده. ليه بس؟ هو قال لي ليه؟ لان انا يا ستي ببات في المكتب ده. طب ما تبات. ابات؟ ابات انا وانت هنا اهو. ايوه انا وانت هنا اهو. ودي فيها حاجه دي؟ اه فيها طبعا حاجه دي، فيها ما ينفعش يا ستي. تعالي له بكره ان شاء الله وتفهمي معاه، وهو يفهمك على كل حاجه. يلا. لعلمك بقى انا مش هتحرك من هنا، ولو مش مصدقني اتفضل اتصل بيه واساله. اه هتصل بيه واساله وانا صغير؟ هتصل. اتصل. اه ده ايه اللي بيتحدف علينا ده يا اخوي؟ انا بقى اللي هرد المره دي. الو، مين؟ اسماعيل؟ عايز ايه يا سي زفتي يا اسماعيل؟ زفتي يا اسماعيل؟ طيب انا عايز الاستاذ، قولي له في رزاه في المات، قصدي في قضيه في المات. وهو دلوقتي بقى وقت قواضي وروازي؟ انت ايه، ما عندكش دم؟ انت بارد؟ انت كبله؟ انت مرفوض. ايوه مرفوض، وعايزك دلوقتي حالا تمشي وتطلع بره المكتب خالص. واذا كنت عايز تسمعها بنفسك من اللي مشغلك هتسمعها. خد يا علي، قول له يمشي ويسيب المكتب حالا ويغور في 60 داهيه. ما تمسك يا علي. حاضر حاضر. اسماعيل اسماعيل انت مرفوض، سيب المكتب حالا. اسيب المكتب حالا؟ سمعت بقى يا بركة الهباب، انا عايزاك تمشي من المكتب وتغور في 60 داهية، ومش عايزة اشوف وشك تاني، لا في البيت ولا في المكتب ولا في اي حتة تانية. حرق دمي. هدي اعصابك يا حبيبتي، حقك عليا، ما تزعليش. علي، الراجل ده انا مش طايقاه ومش عايزة اشوف خلقته تاني، ولا انت كمان نهائي تشوفه. يا ستي اعتبري انتهى من حياتي كلها. نخش بقى اوضة النوم. عكنني. لا لا لا، احنا مش عايزين اي عكننه الليله دي. نادل بعني في لحظه. Thank you.
يظهر انها رجعت تاني لدنيا السنكحة. كل اللي حلت جنيه وعشر قروش، أقضي ليلادي على القهوة وبكرة الصبح ربنا يحلها. يا سلام، مفيش أحلى من نومة القهاوي. طلباتك يا أستاذ؟ لا مش عايز اي حاجه، ماليش نفس. لا مؤاخذه يا استاذ، نجيب لك حاجه تفتح نفسك. اي حاجه تفتح نفسي، هات اللي تحبه يلا. لا مؤاخذه يا استاذ، مفيش نوم في القهوه. وانا نايم ولا ده شكل حد بينام في القهاوي؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اصل لا مؤاخذه شايفك مرحرح وقاعد كده. ارحرح زي ما انا عايز، انا حر يا سيدي، المهم ان انا ما نامش. روح هات لي كوبايه قهوه ساده. قهوه ساده؟ وعندك قهوه ساده؟ وبعدين انا عايز انام. اله الا الله. الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟ اهلا. مين؟ اسماعيل. انت لسه فاكرني يا عم الشيخ؟ طبعا، هو انا انساك ابدا؟ مش انت اللي اتهموك وافتكروك سارق طقم الشاي؟ الله الله، يبقى كده انت فاكرني قوي. تقبل الله يا سيدي. تقبل الله منا ومنك يا عم الشيخ. لكن انت رجعت القاهرة، خير المرة دي؟ خير قوي يا عم الشيخ، انا خدت بنصيحتك المرة اللي فاتت ورجعت على السويس، بس حبي بقى للفن وللطرب هم اللي رجعوني تاني للقاهرة. طيب ويا ترى اخبار الفن معاك ايه دلوقتي؟ سابع ولا ضابع؟ انت عارف يا عم الشيخ ان دايما بيدلعوا اسم اسماعيل وبيقولوا عليه ابو السباع، لكن انا بقى ابو الضباع، غير الاسماعيلاويه كلهم. لا لا تيأس، الزعيم مصطفى كامل له مقولة مشهورة بيقول فيها لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. بس أكيد الزعيم مصطفى كامل لما قال المقولة دي ما كانش يعرفني. يا راجل، طب ربنا سبحانه وتعالى بقى بيقول في كتابه الكريم ولا تقنطوا من رحمة الله سبحانه وتعالى، خليك أنت مؤمن بس وهو هيساعدك. ونعم بالله، أنا مؤمن بالله جدا يا عم الشيخ. طيب قوم بينا يلا نفطر. ما دام هنفطر معلش يا عم الشيخ، الفطار المرة ده يبقى على حساب أنا. خلاص يا سيدي، على حسابك على حسابك. يا نهار ابيض، انا ايه اللي خلاني انجريت من لساني وقلت على حسابي؟ بس يا عم الشيخ، ادي حكايتي مع الاستاذ علي المحامي. بس بقى خير اللي انت عملته ده، خير انك سبت المكتب ده، لان شاب في سنك كان ممكن يستغل الفرصه ويعمل علاقه مع البت المستهتره دي والعياذ بالله. لا الحمد لله، ما انا واخد نصايحك برضو عم الشيخ قبل ما سافر السويس المره اللي فاتت، حلقه في ودني. لا يمكن اعمل حاجه تغضب ربنا ابدا عشان ربنا يرضى عني. ان شاء الله ربنا هيرضى عليك وهيجعل لك القبول. لكن قول لي انت ناوي تعيش فين بعد كده؟ ناوي اعيش في لوكندا. لوكندا؟ ليه؟ انت مش ناوي ترجع السويس ثاني ولا؟ لا يا عم الشيخ، انا مش هرجع السويس ابدا الا لما انجح. قول يا رب. يا رب. وبالنسبه للوكندا بقى يا سيدي ما تحملش هم، انا ممكن اساعدك فيها.
تساعدني ازاي وانت عندك لوكاندا عم الشيخ؟ يا ريت. انا ليا ابن عمي مستوظف في لوكاندة الحميدية. دي فين لوكاندة الحميدية دي؟ هنا في السيدة زينب. يا سلام، السيدة زينب شلها يا ست، انا من عشاق حي السيدة زينب. طب هي فين بالظبط في السيدة؟ اقول لك انا هوصلك ليها، يلا بينا. طب استنى بس، هو الاول بس الراجل ده يعني المستوظف قريبك ده بياخد شهر مقدم زي اللوكاندا اللي انا كنت فيها قبل ما اروح عند الاستاذ علي؟ قوم بينا وهتكون مبسوط اخر انبساط. طب ثانية واحدة عشان انا هحاسب، انا اتفقت معاك انا اللي هحاسب. ها؟ انا اتفقت يا ريس الحساب. عشان خاطرك يا ابن عمي، احلى اوضه، 6 سقف اليوم والفطار علينا والدفع مؤخر. مبسوط يا اسماعيل؟ مش عارف ارد جمايلك ازاي يا عم الشيخ، يعني امرني باي شيء. لا، انا اللي عايزك تبقى مع ربنا ودايما تقول يا رب يا رب. ادي اللي حصل يا حمدي، سبت بقى الشقة بتاعت علي المحامي ورحت سكنت في اللوكاندا. انما انت بتقعد يعني في القهوة دي على طول؟ طبعا، دي قعدتي المفضلة، قهوة متاتيا من اشهر قهاوي عماد الدين. مادام في عماد الدين يبقى اكيد يعني بقى اللي بيقعد فيها فنانين وارتيست. بالظبط كده، وانت من النهاردة ومن دلوقتي هتبقى قعدتك هنا. بس انت يعني مش شايف انها غالية شوية؟ لا لا، احنا لينا اسعار خاصة، احنا الفنانين بنعمل حس وشهرة للقهوة. يا سلام يا حمدي، لو انا كمان بقى تعمل لي حس وشهرة في القهوة دي يعني تشغلني في اي شغل، انا محتاج الشغل او اي شغل، افراح، حفلات، اعياد ميلاد، طهور، المهم اي شغل. ما تقلقش يا اسماعيل، انت مونولوجيست هايل. سيبك من هايل، انا مونولوجيست ما احتكمش دلوقتي غير على جنيه واحد اعمى. طب انت شايف مين اللي قاعد وراك ده؟ مين ده؟ ده الأستاذ حبشي مدير إذاعة فيولا، أنت ما تسمعهاش؟ أنا لا بسمع فيولا ولا بيانول. خلاص، دي فرصة أقدمك ليه. أغني في الإذاعة؟ وليه لا؟ تعال نسلم عليك، تعال. صباح الخير يا أستاذ حبشي. أهلاً أهلاً، صباح الخير، إزيك يا أستاذ حمدي؟ أهلاً وسهلاً. اتفضل حضرتك، اتفضل. إيه أخبارك، إيه عامل إيه؟ أنا أخباري عالي العالي. الحمد لله، بس إيه حكايتك؟ ما بيجينيش الإذاعة ليه؟ أنا آخر مرة شفتك فيها كم من شهر، مفيش ألحان جديدة؟ لا، ما أنا قلت بقى أجيلك ومعايا مفاجأة. مفاجأة؟ مفاجأة إيه؟ أنا. أنت مين؟ ده إسماعيل ياسين. إسماعيل ياسين؟ أنا ما سمعتش عنه قبل كده. ده موهبة جديدة في فن المونولوج. مونولوجيست؟ على العموم إحنا محتاجين في الإذاعة لمونولوجات جديدة. طيب ما أنا موجود أهو حضرتك. أنا حضرتك هجيبهولك يا أستاذ حبشي عشان تسمعه. على العموم أنا رايح الإذاعة بعد ساعة. تصدق ممكن يطلع ده مطلع بتاع مونولوج جديد؟ رايح الاذاعه بعد ساعه، رايح الاذاعه بعد ما هنقول مع حمد. تعرف انه فعلا ظريف. الله يظرفك. بهتولي معاك وربنا يسهل. خلاص يا استاذ، الساعه دلوقتي 10 صباحا، 11 بالثانيه اكون عند حضرتك. خلاص شربت اليانسون يا اسماعيل؟ الحمد لله شربت، تحت امرك. الله يخليك، يلا بقى سمعني وسمع الخواجه نعيم. والخواجه نعيم فنان برضو؟ ده صاحب المحطه اسماعيل. صاحب المحطه، اهلا وسهلا، ازيك يا خواجه نعيم؟ شوف انت لو عجبتنا هنسجل معاك 3 مونولوجات وهنمضي معاك الكونترات على طول. كونترات؟ والكونترات ده يعني ايه؟ يعني العقد؟ العقد يا اسماعيل، العقد. يا بركه دعاء الوالدين، وهسمع نفسي في الاذاعه؟ مش لما نسمعك الاول. هتغني يا خضركت؟ هو بيقول ايه الخواجه نعيم؟ بيقول هتغني ايه يا حضرتك؟ هنا محطه فيولا، الان تستمعون الى المونولوجيست اسماعيل ياسين. المفتاح. لا مؤاخذه يا استاذ، احنا بينا اخر الشهر ميعاد الاجره. ما انا هطلع دلوقتي على الاذاعه اقبض واجديك الحساب وفوقيهم البقشيش. ربنا يخليك يا استاذ. سلام عليكم. عليكم السلام. الله.
انت ايه حكايتك يا اسماعيل؟ كل مره تطلب ينسوني، ما تغير مره يا اخي وتطلب قهوه. لا معلش يا استاذ، انا اصلي بحب احافظ على صوتي، ده صوتي ده هو راس مالي. برافو عليك، بس انت كنت قلت لنا انك عايزنا في امر ضروري. خير يا اسماعيل؟ لا ان شاء الله خير، وانا يعني لغايه دلوقتي سجلت لكم يعني كم مونولوج. سجلت لنا 3 مونولوجات وزعناهم لك. سمعتهم حلوين قوي ما شاء الله. انا قلت استنى لغايه اما تذيعوا المونولوجات واجي اقبض بقى. تقبض ايه؟ اقبض فلوس. فلوس ايه؟ فلوس يعني ايه؟ فلوس المونولوجات. احنا ما بندفعش فلوس. ايه؟ ما بتدفعش فلوس؟ قلت ايه حضرتك؟ احنا ما بندفعش فلوس. امال بتدفعوا ايه لمؤاخذة؟ ومين قال لك ان احنا اساسا بندفع اي شيء من اصله؟ يعني ايه يا استاذ مش في بيني وبينكم عقد يا استاذ؟ ايوه في. والعقد اهو اجيبه لحضرتك. يا استاذ احنا بناخد منك المونولوجات وبنزحها لك بدون مقابل. بدون مقابل؟ امال انا اديت لكم المونولوجات ليه؟ يا استاذ اسماعيل ارجوك تفهمني، النظام المتبع ان المطرب او المونولوجيست بيجيب لنا الاغنيه واحنا نديله شهره. يا صلاه النبي، ده النظام المتبع في المحطات الاهليه. وانا اعمل ايه بالشهره يا استاذ؟ اعمل بيها ايه؟ الشهره دي هتوكلني ولا هتشربني ولا هتلبسني ولا هتسكرني يا استاذ؟ افهمني يا استاذ اسماعيل، يا استاذ احنا بنعمل لك شهره ونخلي الناس كلها تعرفك، وبعد كده انت وشطارتك بقى في السوق. بص يا استاذ، انا اول مره اتعامل معاك واسجل لكم ودي اخر مره، انا بعد كده هروح اسجل في المحطات المنافسه ليكم، وبعد كده بقى هتعرفوا مين هو اسماعيل ياسين. طبعا يا استاذ اسماعيل، احنا سمعناك في محطه فيولا. يا سلام، انا متفائل عندكم صراحه بالمحطه دي، انا عجبتكم جدا، وميسيو الياس صاحب المحطه معجب بيك جدا. انت مونولوجيست كتير كتير محبوب وخالو. انت اللي خلو يا خواجه الياس، فيري ثانك يو. انا صراحه يعني خابب ان انا اغني عندكم هنا في المحطه. موافق فورا، اكتب كونتراتو معايا شماون. الكونتراتو جاهز. استنى الاول بقى قبل ما امضي، هتدوني كام في المونولوج؟ تكسب فلوس. اقصد فلوس؟ امال اقصد يعني بلا حمها. احنا ما بندفعش فلوس برضو. انت تدينا اغنيه احنا نديلك شهره. شهره برضو؟ الله، ايه حكايه الشهره دي؟ هو كل الناس عايزه شهره؟ انا مش عايز شهره يا سيدي، انا بقى بعد كده مش هغني بلوشي. ايه بلوشي؟ يقصد ببلاش مسيو الياس. وقع اسماعيل. مش هوقع، وانا خلاص ما بقتش احب الشهره، مش عايز شهره، وانا من الاول مش متفائل بالمكان ده. فوتكم بعافيه. هو متعصب ليه؟ ما بيفهمش. قابلا يا قابل، المفتاح الحساب يا استاذ. انت كل ما تشوف خلقتي تقول لي الحساب الحساب، هو انا ههرب؟ اشحال ما كانش الشيخ ابن عمك هو اللي ضامني، بعد كده انا اساسا شخصيه مشهوره. انا راجل موظف ودي مسؤوليه عليا، وصاحب اللوكاندا هو اللي طالب مني الحساب. يا اخي فهموا ان انا مشهور، ثم انا دلوقتي رايح احيي فرح بتاع ابن باشا كبير قوي، اول ما ارجع اديك الحساب وفوقيه بوسه. انت ما سمعتنيش في الاذاعه امبارح؟ لا. ولا اول امبارح؟ لا. انت عندك راديو؟ برضه لا. خلاص ابقى افتح الراديو اللي مش عندك وابقى اسمعني. سلام عليكم. مشهور ده ايه؟ انا عمري ما سمعت عنه. حضرتك قلت لي اسمه ايه؟ اسماعيل، اسماعيل ياسين. اسماعيل، اسماعيل، اسماعيل. مكتوب في ظهر الورقة. اتفضلوا حضراتكم. مكتوب في ظهر الورقة؟ وانا ايه اللي وداني في ظهر الورقة يا حام؟ معلش يا اسماعيل، معلش. يظهر ان انا مش مشهور في البلد دي ولا حد يعرفني. لا انت مشهور. انا مشهور؟ مشهور. انت تعرفني؟ لا.